حيوانات عجيبة، هي الأصغر على الكوكب، منها لا يرى بالعين المجردة، وأخرى تنتمي لفصائل أكبر الحيوانات في التاريخ. ليس لها تفسير منطقي، لكنها تعيش وتوجد في الجوار. أصغر الحيوانات في العالم. تعودنا دائما على الحيوانات وخاصة الثدييات منها، فتصل أوزانها إلى أطنان، فمن الصعب أن نتخيل أن هناك ثدييات تزن أقل من 2.5 جرام. حتى إن العلماء كانوا يعتقدون أنه لا وجود للثدييات التي يصل طولها إلى بضع سنتيمترات. وحتى تغير كل شيء في عام 1822 عندما اكتشف نوع من الذباب التركي نروسكا كان طولها بين 3 إلى 4 سنتيمترات، ولم يتجاوز وزنها 1.7 جرام. ومن المدهش أن حيوانات بهذا الحجم من الثدييات تتحرك بسرعة كبيرة وتنام لبضع ساعات في اليوم. الغريب كونه قادر على أن يأكل بقدر من 3 إلى 6 مرات من وزنه يوميا، وهو يتغذى على اللافقريات الصغيرة والضفادع والسحالي. خفاش كيتي. يحمل خفاش كيتي عنوان أصغر مخلوق في عالم الثدييات، فهو بحجم الحشرة أكثر من كونه حيوانا من الثدييات، فطوله لا يتخطى 4 سنتيمترات على الإطلاق، أما حجمه فيصل إلى 1.8 جرام. يعيش في تايلاند وتحديدا في أعماق الكهوف، ويتغذى على جميع الحشرات من الحجم المماثل له. أصغر ضفدع. سوف ندع الثدييات جانبا ودعونا ننتقل إلى البرمائيات، فهذا الميكروبيودرفين ليس لديه منافس على الإطلاق. فحتى عام 2012 لم يتواجد أي وصف لهذه الأنواع من الضفادع الصغيرة، والتي تبدو في هيئتها أكثر من الحشرات نفسها، فهم يختبئون تحت أوراق الأشجار، لذلك العثور عليهم سهلا إلى حد ما، إلا أن اكتشافهم من قبل العلماء كان عن طريق الصدفة عندما تعثروا في هذا الضفدع المدهش، إذ أن طوله ليس أكثر من 8 مليمترات، ويعيشون في المراعي بالغابات الاستوائية ويتغذون على الحشرات، لكنهم دائما في عرضة للمخاطر، حيث يتغذى عليهم عدد كبير من الحيوانات مثل العقارب واللافقاريات. السمك الأصغر في العالم. في جنوب شرق آسيا وإندونيسيا يمكنك العثور على الكثير من الحيوانات صغيرة الحجم، ولكن أكثر الحيوانات التي حطمت الأرقام القياسية وتحديدا في إندونيسيا هو سيبلوس، وباختصار هو السمك الأصغر في العالم. قد يبدو لك في الوهلة الأولى وكأنه جنين، لكنه في الواقع سمكة بالغة من عائلة الكارب، يصل طولها إلى بضع سنتيمترات. هي تحافظ على حجمها الضئيل بالإضافة إلى شكلها الشفاف الذي يوضح هيكلها العظمي مع رأسها الصغير. ومن المعروف أن الإناث تنتج عددا قليلا من البيض، ويقوم الذكر منها بتخصيب كل بويضة على حدة. قنديل البحر. في إندونيسيا يمكن أن نجد الحيوانات الصغيرة، ولكن منها ما هو ضار أيضا، مثل قنديل البحر الذي يدعى ميدوسا هيروكانجي، اسما جميلا وأنيقا للقنديل الذي يشبه الجرس الصغير، فيصل حجمه إلى بضع بوصات وأربعة من المخالب التي يصل طولها إلى بضع مليمترات، وفي بعض الأحيان يمكن لهذا الرأس الصغير أن يحمل مخالب تصل طولها إلى متر، وعلى الرغم من ضآلة حجمه إلا أنه خطير بشكل لا يصدق. فهذا القنديل الذي يتواجد في المحيط الهادئ يفرز سموما غير عادية، لذلك فهو ينتمي إلى قناديل البحر الجشعة والخطرة، وإذا حدث ولدغ أي بشري من الممكن يتسبب له في متلازمة تحمل نفس اسم القنديل. وسرعان ما تظهر عليه الأعراض التي تحمل في طياتها آلام مبرحة في جميع أنحاء جسمه، ومن ثم يبدأ الشخص بالغثيان وعدم انتظام ضربات القلب، ويصل الأمر إلى التسمم الرئوي، والأخطر أن هناك بعض الحالات التي لا يظهر عليها الأعراض بسرعة وإنما تستغرق عدة أيام. الظباء. تعد الظباء من أشهر الحيوانات التي توجد في القارة الإفريقية، أما ما نشاهده الآن هو ظبي يصل حجمه إلى بذور عباد الشمس أو البطاطا المقلية، وعلى الرغم من أنه من الصعب أن نصدق أنه هو ظبي إلا أنه ظبي حقيقي. يبلغ طوله من 25 إلى 30 سنتيمتر،
ويزن ما بين 1.5 إلى 3.5 جرام، فحجمه ضئيل للغاية، فهي لا تناسب حتى كف اليد. تم العثور على هذا النوع في الغابات الكثيفة في غرب إفريقيا في سيراليون بغانا، وكونهم عرضة للافتراس فهم حذرون للغاية وناشطون بشكل غير طبيعي. الحرباء الصغيرة. من الغريب أن تنتمي هذه الحرباء الصغيرة إلى عالم الأناكوندا العملاقة وتنانين الكومودو وتماسيح المياه المالحة. إنها حقا حيوانات ضخمة للغاية، لدرجة أنك لن تلاحظ أبدا الحرباء نانا. فمن الصعب ملاحظة هذا المخلوق الصغير الذي يصل طوله إلى أقل من 3 سنتيمتر. تم العثور عليه في المرة الأولى في مدغشقر، وقد شك العلماء فيه في البداية بسبب حجمه الصغير، حتى توصلوا في النهاية إلى أنه حرباء بالغة وناضجة وليست جنين. الكلب الصغير. يحتضن العالم الكثير والكثير من أنواع الكلاب التي يختلف أحجامها وأشكالها. بالطبع مثلها مثل جميع الحيوانات التي تلد يكون جنينها صغيرا في البداية، وحتى يبلغ مرحلة النضوج. ولكن ماذا عن كلب بالغ وناضج في حجم الجنين؟ تشيهواهوا من بورتوريكو نوع من الكلاب التي دخلت موسوعة جينيس كأصغر كلب يعيش في العالم، وبطول يصل إلى 9.65 سنتيمتر، أما حجمه فيصل إلى 400 جرام. تعد هذه المشاهد خير دليل، حيث تلعب وكأنها كبيرة نظرا لحجمها. يقول مالكها أن ضئيلة حجمها تجعلها تتغذى على ملعقة من الطعام، وهو دائما ما يلتقط لها الصور واللعب معها. ولكن هناك مشكلة تواجهه على الدوام، فبسهولة من الممكن أن يفقدها لصغر حجمها، وكأنها من الأقزام التي تتخفى بسهولة حتى في الأعشاب الصغيرة. القرد الصغير. إذا ذهبنا إلى الغابات الاستوائية المتواجدة في أمريكا الجنوبية، سوف نجد أصغر قرد يمكن أن نتحدث عنه. يزن 100 جرام ويصل طوله إلى حوالي 15 سنتيمتر. الغريب في الأمر أن ضئيلة حجمه لم تمنعه من أن يملك ذيلا طويلا، والذي يساعده على الحفاظ على توازنه. يكون ذلك عند قفزه عبر الأشجار بحثا عن الطعام، فهو يتغذى على النباتات والفواكه، وفي بعض الأحيان يتغذى على الحشرات والديدان. الثعبان الصغير. وبالحديث عن الديدان يمكن أن نلقي نظرة على هذا الأمر، والذي يبدو لنا وكأنه دودة صغيرة مستعدة لصيد الأسماك عبرها، ولكن في الواقع هو ليس بدودة، وإنما هو ثعبان من جزيرة البرابرة. يصل طوله إلى 10 سنتيمتر، ولذلك ليس من العجيب أن هذا الثعبان لديه مظهر الدود بالفعل. وعلى الرغم من حجمه الصغير، إلا أنه من أخطر الثعابين التي توجد على الأرض، كما أن حجمها لا يمنعها من أن تمتلك جميع خصائص الثعابين الأخرى، إذ يمكن للأنثى منها أن تضع بيضة من الحجم الكبير، ويصل طول جنينها إلى 5 سنتيمتر في بعض الأحيان. الطائر الطنان. يرتبط اسم الطائر الطنان بالنحل، وهو أصغر طائر يوجد على الكوكب، حيث يزن 600 جرام ويصل طوله ما بين 5 و6 سنتيمتر. هذا النوع من الطنان من الطيور يدق 500 مرة في الدقيقة الواحدة، ويستطيع بجناحيه أن يرفرف 90 مرة في الثانية الواحدة، ويتغذى على الزهور وشرب الرحيق. وبالنسبة لطائر الطنان النحل، يستهلك حوالي من 2 إلى 2.5 جرام من الرحيق في اليوم الواحد. ومن ضمن الأمور التي تميز الطائر الطنان عن غيره أن له قدرة عجيبة على الطيران إلى الخلف، وهو الطائر الوحيد في العالم الذي يمكنه فعل ذلك، وهو من المخلوقات الجميلة التي تعيش في كوكبنا. وإلى هنا ومع هذا الطائر العجيب، قد انتهينا من سلسلة الحيوانات الأصغر في العالم. لمزيد من الفيديوهات المشوقة برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.